اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان وتغطيتنا الخاصه عن حاله الطقس. بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يسود الجمعه ثاني ايام عيد الفطر المبارك طقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن الظواهر الجوية، هنالك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص تقريبا، والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة البحر الأحمر هتكون الأجواء معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة المتوقعة. يوم الجمعة 14 مايو ثاني أيام العيد، القاهرة هتكون درجة الحرارة فيها 34 درجة، أما السواحل الشمالية فمتوسط درجة الحرارة فيها هيكون 27 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، أما جنوب الصعيد 39 درجة. يوم السبت 15 مايو ثالث أيام العيد، القاهرة هتكون درجة الحرارة فيها 34 درجة، أما السواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، جنوب الصعيد 40 درجة. يوم الحد 16 مايو رابع أيام العيد، القاهرة فيها درجة الحرارة هتكون 35 درجة، السواحل الشمالية 30 درجة، شمال الصعيد 39 درجة، أما جنوب الصعيد فهيكون 41 درجة. خليني أيضا أستعرض مع حضراتكم خريطة الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة. أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الجمعة 14 مايو هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد. أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 15 مايو أيضا هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. أما الظواهر الجوية المتوقعة يوم الحد 16 مايو هيكون في أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء. وأكدت أيضا هيئة الأرصاد الجوية أكدت ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية. قبل ما نختم معاكم هذه التغطية هنستعرض درجات الحرارة ليوم الجمعة. القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، الإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، أما سوهاج العظمى فيها تكون 33 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأخيرا أسوان العظمى فيها تكون 39 درجة والصغرى 25 درجة. نهاية تغطيتنا، بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا وإلى اللقاء.